العيد ام تي في عندها زياره على ليبامي، وليبامي اليوم موجوده معنا مع سيده نهاد عزي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. رئيسه جمعيه ليبامي، كيف الشباب والصبايا عندكم؟ كلهم مناح، بيسلموا عليكم. بلش العيد؟ بلش العيد بقوه السنه الحمد لله. المحبين كثار والمساهمين كمان كثار. نشكر الله، عندنا 300 عائله السنه باذن الله رح يعيدوا عيد الميلاد، يعني رح يحضروا الفرحه. ولاده يسوع هي الفرح طبعا، بقى رح يعيشوا هالفرحه. نشكر الله. ليبامي السنه عندها مشتركه بمعرض فان اي شوكولا بزيكو هاوس، وكنت عم تقولي انه الاتوليه موجود بليبامي اتوليه الشوكولا، خبرنا عنه شوي. بنحكي بالاول عن اتوليه الشوكولا. اتوليه الشوكولا هو تاسس بال 2000، بلشنا بالصدفه نعمل شيء حتى هالعيال بدل ما يجوا لعنا ياخذوا اعانه شهريه يكون عندهم عمل شهري يقبضوا معاش اخر الشهر، وهيك بلشت الفكره بثلاث امات. اليوم وصلنا ل 25 ست بيشتغلوا بهالاتوليه شوكولا يلي بيقبضوا اخر الشهر معاشات، وبلشنا نعمل ديزارانجمون، كبرنا شوي، بلشنا بالارانجمون، بلشنا نبيع لبرات لبنان كمان شوي حتى يقدروا يكملوا. هذا الاتوليه ما بيطلع لنا كثير مصاري لليبامي، بس بعرف انه بيعيش 20 او 25 عائله. يعني هالمعاش اللي بتاخده الام، هيدا اللي بدي اقول انه بيساهم. شو بيساهم اذا اللي اشترى شوكولا او ارانجمون او شيء من ليبامي؟ هو 20 او 25 ام كل سنه يا بيدفعوا قسط مدرسه، يا بيساهموا انه ولد يكون بالمدرسه، يا بيساهموا انه ولد ما يكون على الطريق، بيدفعوا اجر بيت. الشباب والصبايا بليبامي كيف بيستفيدوا من الجمعيه؟ ارجعي ذكرينا. الجمعيه هي من 25 سنه نحن بلشنا نشتغل على الارض مع العائله كلها. منبلش بالام تنقدر، والبي، واذا في ست بالبيت تنقدر نوصل للولد. هالولاد عندنا السنه 500 ولد اندفع من قسطهم، تساهم بقسطهم اذا ما اندفع القسط كامل حتى يتعلموا تما يكونوا مشردين على الطريق. كيف عم يكون في باريناج ل يعني ولد معين؟ طبعا من قبل عائله معينه. نحن بنبعث الاسيستانت سوسيال، عندنا 4 اسيستانت سوسيال هن بيشتغلون، بينزاروا العيال كلهم وبينبعث على اساسهم دوسييات، كل دوسيي بينبعث لمطرح معين حسب امكانيات الاهل، اذا الاهل معهم يشاركوا بنحط مبلغ معين، واذا الاهل هالولد كثير شاطر، عندنا اولاد حقيقة حرام ما يكونوا مسنودين حتى يقدروا يوصلوا. أنا بهال 25 سنة بقدر أقول إنه شفت أولاد بلشوا بالبتي جاردان، هلا وصلوا خلصوا جامعة وبلشوا بالعمل بالحياة وبارعين مطرح ما هن. بيرجعوا على ليبامي، بيضلوا بليبامي. في شخص قلت له من يومين، كان قلت له حقيقة ميرسي جورج، نحن متكلين عليك. قال لي مدام أزي فيك تتكلي علي ما دامني طيب. نعم. حقيقه هيدي كثير عزتني، وفي كثير منهم هدول. نعم. كنا عم نشوف بعض صور الارانجمون الشوكولاته، نرجع على العيد وعلى الشوكولا. ارانجمونات كثير حلوين رح يكونوا موجودين بالزيكو هاوس بالحمراء سبيرس من ايمتى؟ 19 20، من الساعه 6 للساعه 11. 19 20 الشهر عم نشوف على الهواء. وهون اتوليه الشوكولا بليبامي رح يكون عم يتفعل بهالطريقه وعم يستمر بهالطريقه، وشغله كثير مهمه يعني معنويا وماديا على كل حال. طبعا طبعا، نحن كمان بالاتوليه الشوكولا يلي هو بسن الفيل كله معروض وبنباع بالكيلو الشوكولا، مش انه بس موجود كل السنه. يعني كل السنه موجود الاتوليه، بالاخص هلا عنوان يلا نعجل ناخذ هدايانا، ناخذ اغراضنا، نحكي لاصحابنا. قلتي لي عجقة وضجة وعيد بليبامي هالايام، طبعا شو هي النشاطات السنه؟ بتعرفي عندنا 10 نشاطات معزومين عليهم، كل حدا عامل نشاط معين داعي اولاد ليبامي. بلشنا من نهار الاحد كانوا مدعوين على الجمهور عملوا، اليوم مدعوين كمان على اليو اس جي، الثلاثه على اليو اس جي. عندنا كثير اشياء، وعندنا مثلا جمعيه اسمها افي ماريا بتاخذ كل سنه 7 عيال او 10 عيال بتعمل. عندنا ناس هدول وجهت لهم، بدي وجه لهم تحيه خاصه وقول لها بون فيت هابي بيرث داي لصديقه عزيزه، وهي كمان كثير عضو فعال وبتشارك هي واصحابها وخياتها، هن 4 خيات. عملوا السنه شيء كثير حلو، هيدي اول مره بينعمل، قلنا عادي نجيب ديبوش هدول تأمنوا، وقلنا عادي يبعثوا لنا حبش. السنه قرروا يجيبوا 300 دجاج
مع حشوتهم ويعطوهم. اللي قلت لها اياه للست يلي ساهمت اختها اللي عم بقول لها هابي بيرثدي لتانيا، قلت لها حقيقه بتقدري انت وعم تتعشي او انت وعم تتغدي نهار العيد تفكري انه انت 300 عائله عم بيعيدوا عم بيتغدوا كانوا بدهم ياكلوا يا زعتر يا زيتون يا جبنه نهار العيد. هيدوري فرحه حقيقه، فرح العطاء. انا اللي عم بشوفه بيلي عم بيعطوا فرح العطاء اكثر من الفرح اللي بتاخذه. مدام عزي رح نتوقف لبعد الوقت لحظات وبنرجع لك. اوكي. نرجع لليبامي مع مدام نهاد أزي موجودة معنا ومشكورة على جهودها اللي عم تخلينا نعرف يعني شو عم بيصير بالعيال بلبنان. يمكن اللي ميسور مش عارف شو عم بيصير عند العيال يلي هي بحاجة وما بيتوقع أنه يكون فيها هالقد حاجة وعازة عند بعض العيال. طبعا هيدا يلي عم نلمسه لمس اليد كده. عم خبرك هلا تحت الهوا عن شخص بيساعد كثير، عم بيقول لي شو بدكم تجيبوا لهم للعائله يلي بساعدها؟ قلت له تلفزيون. صرخ قال لي ليش ما عندكم؟ ما عندهم تلفزيون؟ ما كان مستوعب انه ما عندهم تلفزيون، ما بيستوعبوا انه مش بس تلفزيون، يعني قال الاشياء يعني براد ما في، البراد عندهم خزانه. يعني حقيقه على هالعيد انا بدي اقول لكل واحد عم بيسمعني، ما حدا يقول ما مش بامكاني. هيدا فلس الارملي هو بيعمل كثير. في اول للمير تريزا بحبه كثير، نقطه مي بالمحيط بنقول ما بتعمل شيء، بس اذا ما انحطت هالنقطه المي هي بتنقص من هالمحيط. هيدي هي نقطه مش ضروري اذا ما معنا كثير مصاري نقول نحن ما فينا نساعد. حلو، بس كمان انه نكون عم نقدر نعرف شو في عند هالعيال، قد ايه يعني مع الوقت قدرتي تشوفي انه في ناس ما بيعرفوا شو في عند ناس تانيين، ولما بيصيروا عارفين بيصير في غير نظره وبيصير في غير تعامل وناس مستعدين للمساعده. طبعا كل ما تلاقينا بشخص جديد بياخذ نفس الاجابه، مزبوط ما عنده براد، مزبوط ما عندهم شيء، مزبوط الاولاد قاعدين بدون مدرسه، ايه في اولاد بدون مدارس مع انهم كثير شاطرين، عندنا اولاد 6 سنين 7 سنين بعد ما فاتوا على المدرسه ناطرين حتى سنه الجاي يجيهم باريناج تنقدر نفوت على المدرسه، احلى ما يكونوا، يعني بس نعلم ولد نحن بنكون عم نخلص العالم كله من حرامي من سراء من قاتل، يعني عم نخلص هالعالم، عم نعملهم رجال صالحين او ستات صالحين للمستقبل. نعم. اليبامي اليوم اكيد بعيد، واكيد معرض الشوكولا شغله كثير مهمه ليتابع هالاتوليه ولهالستات يكونوا عم يستفيدوا كان ماديا اكيد ومعنويا كمان، لان سيده عم تشتغل وتقدر تامن لعائلتها كمان معنويا بتكون مرتاحه. ولكن الناس كيف فيهم يتصلوا فيكم اذا كانوا حابين او يساعدوكم بوقتهم او يساعدوكم ماديا او حتى يستفيدوا من على نمر تليفونات احنا موجودين، بعتي نمر التليفون 01 498 462 511 810، وفي نمر التليفون عندي على هيدا للاتولية شوكولا كمان اذا بحبوا يتصلوا 03 056 096 او 01 498 462. اعطيتي ولا وانا بدي اقول ميرسي كثير للام تي في، كل سنه ولا مره ما نسيتنا على عيد الميلاد، كل سنه بتستقبلنا وميرسي لكل يلي عم بيشاركوا وبيساعدوا. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. شكرا على جهودكم وكل اللي بيساعدوكم كمان، طبعا لما بيكون في هالقد شغل على الارض نحن بنقدره، ومرحب فيكم باي وقت بالام تي في. ميرسي ميرسي، بتمنى لكم عيد مجيد، وميرسي على كل يلي عم تعملوه. هللويا. هلا اهلا وسهلا فيكي، واكيد عيد مجيد لك وللكل. هلا وقفه ونرجع نتابع. من